بسم الله الرحمن الرحيم. تجربة ريزيستورز. تمام، بصوا يا باشمهندسين، ادي احنا دلوقتي النهارده، بس عشان مش معانا بس البورد عملي، احنا مصورين على التليفون. احنا دلوقتي عايزين نجيب قيمه المقاومه اللي في الريزيستور ده. احنا طبعا مش معانا قيمه مباشره، هنجيبها من الالوان. تمام، الالوان واضحه ان شاء الله. اول لون هو البراون، هو البني، اخضر، احمر، ذهبي. كل لون له قيمه معينه في الجدول اللي انت فوق تخش بيه الامتحان، او مثلا حسب متوفره في المعمل يعني. تمام، اول لونين اللي هو كان البراون كان البلون والاخضر. تمام، بتجيب قيمتهم منين؟ من هنا، يعني هنا واحد واثنين، بند واحد وبند اثنين بتجيب قيمتهم من هنا. تمام، والبند ثلاثة بتجيب قيمته من هنا. تمام، والبند أربعة بتجيب قيمته من هنا، وغالبا ما بيكون ثابت على جولد. تمام، نمسك اول ريزيستور. تمام، انا هشرح لكم اول اثنين وانت اشتغل على الباقي. هنشتغل على ار 3 اللي هو اول ريزيستور ده، اول مقاومه هي ار 3. اول لون اللي هو براون، البراون بسبب كان في المانوال بتاعك، لازم المانوال ده يكون معاك عشان تحل بين الارقام. البراون بواحد، تحط هنا واحد كده. عندك الجرين بكام؟ الجرين بخمسة، تحط خمسة كده. عندك الريد هنا هتشتغل هنا من الجدول ده، هتشتغل من العمود ده. الريد هنا ب 10 أس 2 يعني 100. تمام كده احنا جبنا البند 1 2 3. بند 4 دي بيكون التورنس اللي هو نسبة خطأ في القيمة اللي انت تجيبها كإنسان. أي إنسان بيغلط لازم يكون لازم خطأ. بس ف كده احنا كنا شغالين على ار 3 هنا. تمام حلو خالص. البند 4 5%. الكود فاليو دي اصلا انت زي ما احنا عارفين بنحط واحد وخمسة، ولو كمان دول ضربهم في الرقم اللي هو بند 3 اللي هو في 100. تمام، هيبقى في 100 يعني 1500. دي كود فاليو. اللي هو الليمت بقى زي ما احنا عارفين هنا كاتبين ملاحظات تحت، اللي هي كود فاليو اللي هي 1500 ناقص كود فاليو في النسبه اللي هي في التولرنس بتاعك اللي هو 5%. لو انت حسبتها مش عارف ممكن تطلع كام، بس تحسبها معاك تطلع قيمه. طبعا اللي هو الليمت بالناقص. تمام، والابر ليمت بالزائد. انت حسبتها الحسبه تطلع معاك حوالي 1425 زي ما باشمهندس قال، 1575. يعني معنى كده اللي هو التولرنس نفسه في القيمه اللي هي 75 باين. تمام، الميجر دي انت بتجيبها لما بتوصل الافوميتر بتاعك على الطرفين المقاومه. تمام، هيديك القيمه تقريبيه. المفروض القيمه بتاعتك تطلع من 1575 ما تجيش على 1425. تمام، بس هتقيس هتطلع لك 1471. المفروض انت لو قست تطلع لك في حوالي 1471. تمام، حوالي كده مش هتطلع بالظبط يعني. اكبر من ده واقل من ده. القيمه اكبر من 1425 واقل من 1570. ده كده مظبوط، كده شغلك مظبوط. تمام، بس الار 4 نفس الكلام. بسرعه هنجيبها على السريع كده.